ماذا تعني محكمة الثورة لمنير الحداد؟ إيه، محكمة الثورة أحد محاكم الطغيان، خلينا نقول يعني باعتبار لم تكن محكمة مختصة ولا كان بها قضاة. عواد البندر الرجال لم يكن قاضيا، وأيضا حتى محكمة طايف رمضان هي محكمة أيضا كان فترة هو كان رئيس محكمة الثورة، وحتى يقال أن عز الدوري يمكن كان لفترة، وذولا مجموعة من الأميين، يعني الناس مجموعة من الأميين ما عندهم اختصاص بالقانون، لم يدرسوا القانون. يعني احنا درسنا القانون في جامعة بغداد، صرنا قضاة يعني في جامعات يعني كبيرة في العالم. جامعة بغداد جامعة كبيرة في ذلك الوقت. يعني محكمة الثورة محكمة كانت محكمة استثنائية. شلون؟ يعني قراراتها باتة. احنا المحكمة اللي حاكمت صدام حسين اللي يسموها المختصة ويحشون عليها مال امريكا ومال ايران ومال بطيخ، احنا كان عندنا هيئة تمييزية وطلعنا كثير من الناس، 28 واحد طلعنا قيادين في حزب البعث في يوم واحد. يا ربي. طبعا كانوا متورطين متهمين. لا لا ابدا لا 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 لو ما ثبت عليهم. لا لا ابدا ابدا ابدا. 28 شخصية من قيادة حزب البعث وكانوا بالنظام من الكبار. لو لا 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 من حتى بيوم بالورقة 55 اللي بالورقة كانوا موجودين. تم الافراج عنهم؟ طبعا طلعوا. ليه صدام لجأ لتشكيل محكمة الثورة؟ كان شنو الغاية من عندها ان نسوي محكمة خارج عناوين المحكمة المعروفة؟ محكمة جنايات، محكمة بداية، محكمة تمييز. صدام بالنسبة لصدام؟ بالنسبة لصدام. يعني هي بدأت في محكمة الشعب بجمال عبد الكريم قاسم الله يرحمه. اي صحيح. محكمة المهداوي محكمة عسكرية كانت. وبعدين صارت محكمة الشعب، محكمة الثورة. محاكم يعني مال صدام الاستثنائي، وعندهم محكمة خاصة كانت في وزارة الداخلية، محكمة في المخابرات، وكانت قراراتها كلها باتة. يعني يكتسب القطعية وراح ينفذون به. أنا في كنت محامي، تحب يمكن استشهد. يا ريت. حوادث روايات. أول حياتي، أول قضايا في حياتي كمحامي كنت مع ابتهاج الياورة بالسلامة العامة. العقيد ابتهاج الله يذكره بالخير أستاذي. رحت في قضية لقضية تداول عملة مزورة. ولد من أهل مدينة الصدر. طيب. كان مفوض. كان صديقه ببيتهم قاعد ياكل وياه. أتذكر صديق اسمه غازي. زين. بالدعوة بس هو الوالد يمكن عبد القادر عبد الخالق، اسم من الأسماء الحسنى. الله الحسنى. متورط بقضية عملة مزهورة. تداول عملة. تداول عملة. أبوهم 47 أنا رحت ابتهاج دزني قال لي روح طب المحكمة. أنا بعدي محامي الحين جديد صغير. قلت كلش كلش يعني قرأت القانون، قلت كلش كلش الحين حكم له سنتين ثلاثة ثمانية عشرة. كلهم عدموهم 47 واحد خلال ربع ساعة. ودوهم للشارع ورموهم بالرصاص. رأسا نفذوا بهم. وطبان نفذ بهم. هاي كانت محاكم صدام. غاية محكمة الثورة تصفية الخصوم والسياسيين. لو محكمة يقول لك قراراتها مثل قضايا الطوارئ. هو نظام الحكم البعثي، نظام الحكم الصدامي والبعثي حتى في زمان أحمد حسن البك كانت تصفيات كبيرة صارت. محكمة الثورة حكموا بها أول شيء القوميين العرب. صحيح. جماعة نظام عبد الرحمن عارف اللي هم فلس واحد مواقعوا. نظام سلام عبد السلام وعبد الرحمن. يا رب هيشي شهادة للتاريخ. طبعا عبد السلام وعبد الرحمن. دينار واحد ما مددوا عليهم. عبد السلام كان رجل طائفي وعبد الرحمن كان رجل محبوب والعنان من الناس اللي يحبوه واحترمه اللي عبد الرحمن عارف. يمكن كان أفضل فترة حكم في تاريخ العراق اللي هي من 63 يمكن لل 68 لا 66 إلى 68 نعم. هو كان أخوه كان من 63 لحد جابوه. هو كعسكري رجال إنسان بسيط كلش ومحترم ومتدين وراح للسيد الحكيم وراح للسنة والشيعة والأكراد وصفى كل شيء. يعني أول انطلاق محكمة الثورة كانت لمحاكمة القوميين. طبعا نظام منو أبرز القوميين اللي تم محاكمتهم والإعدام عليهم بمحكمة الثورة؟ مو شرط إعدام، ذبوهم بالسجون عذبوهم. عبد العزيز الوقيلي كان وزير الدفاع إنسان محترم وشخصية قومية محترمة خلوه يكنس المراحيض. يعني كثير من الشخصيات لعبوا بهم لعب يعني. واللي انهزم طلع عبد الرزاق النايف قتله. صحيح. في لندن. وابراهيم الداود راح للسعوديه قتلوه يمكن اعتقد قتلوا زوجته. اي يعني صفوا العالم مجموعه. وحردان تكريتي ولي صاحبه كان وزير الدفاع وكان شخصيه محترمه. يعني حردان مو كان جزء من مجلس قياده الثوره؟ نعم من قياداته. صالح مهدي عماش ايضا. ليش؟ كلهم صفوا. حمادي شهاب. حمادي شهاب نعم كان وزير الدفاع لاحقا وناظم وزاره قتله. فكلهم صفاهم يعني صدام حسين سواء بالمحاكم وحتى عائله البكر. محمد بن البكر خلوه فوق قالوري وقتلوه. هاي قضية معروفة ما ينكروها.